عودة من جديد متابعينا، وحنبتدي أمسية الجمعة شديدة الخصوصية بلمة الأسرة والأهل والأصدقاء بعد أسبوع أكيد مرهق، وجمعة مختلفة فيها الكثير من الفقرات الاجتماعية والثقافية وأيضا الفنية. أولى الفقرات متابعينا كما المعتاد شير في الخير، هي مساحة بجهودات مجتمعية أكيد بحتة، حتكون معانا مبادرة في حب الوطن وهي مبادرة حريصون على الوطن. فقرتنا الثانية مشاهدينا مهرجان عرس الزين. الفقرة الثالثة متابعينا زول سوداني، وفقرة خاصة بجميع الشباب السودانيين الخلص، شباب مبدعين وموهوبين، والليلة حيكون معنا شاب في فقرة ترفيهية ومساحة أيضا عن ألعاب خفة اليد. وفقرتنا الأخيرة مشاهدينا تذوق الأغنية مع ضيف عزيز جدا. نبتدر متابعينا أولى فقراتنا مباشرة وهي شير في الخير، مبادرة حريصون على الوطن، ومعنا داخل الأستوديو الأستاذة أماني سنهوري، هي عضو ومؤسس مبادرة حريصون على الوطن. مساء الخير عليك وجمعة مباركة. مرحبا بكم، مساء النور عليكم، مساء النور على المشاهدين، شكرا جزيلا على الاستضافة. أهلا وسهلا بك، دائما بنفتخر ونسعد بوجود المبادرات في السودان، بتظهر دائما الجانب الإيجابي ومحبة الشباب للتطوير والتقدم. نبذة سريعة عن المبادرة في وجودك أستاذة أماني. شكرا. في البداية تحية للشهداء، شهداء الثورة السودانية على مر تاريخ الدولة السودانية، وتحية عميقة لشهداء ثورة ديسمبر العظيمة، وعاجل الشفاء للمرضى والأمنيات بعاجل العودة للمفقودين. مبادرة حريصون على الوطن مبادرة سودانية، اتكونت في شهر ستة، إبان تصاعد المواكب، يعني بعد الموكب بتاع 30 يونيو بجد كان الوضع بالنسبة لنا مزعج جدا، لأنه بعد التغيير اللي حصل لا زالت الشرطة بتتعامل تعامل عنيف جدا مع الثوار، وبدأنا نفكر في أنه يعني نطلع من الخانة السالبة لخانة أكثر إيجابية، يعني كيف نحاول نقرب الشقة ما بين الشرطة والمجتمع، كيف الشرطة ترجع لمهمتها الأساسية اللي هي الحماية وتوفير الأمن. يعني ونحن مدركين تماما أنه طيلة السنوات الفاتت 30 سنة الفاتت تم استخدام الشرطة استخدام خاطئ، وهي كانت اليد بتبطش بالمواطنين ولحوجة المواطنين للشرطة، لأنها من ضمن المؤسسات المهمة جدا، و يعني دورها ما ممكن يقوم به أو تقوم به أي مؤسسة ثانية غيرها. بالتالي لازم يكون في تفكير إيجابي تجاه محاولة إعادة بناء الثقة، يعني عودة الشرطة للمهام بتاعتها الأساسية اللي هي الأمن والحماية تحت المواطنين. فنحن مجموعة من السودانيين من يعني منطلقات مختلفة، معلمين ومبدعين وأطباء وأساتذة جامعات ولجان مقاومة ومجتمع مدني، بدأنا نفكر في إنه كيف تتم إعادة بناء الثقة ما بين المواطن والشرطة مرة تانية، وعملنا مجموعة من الورش على أساس إنه نسمع. يعني نحن في المجتمع السوداني عندنا مشكلة سماع الآخر، ومشكلتنا الأساسية دائما بتجي حلول جاهزة، فكان بالضرورة نسمع المقترحات يعني بتاعت كل الناس أو كل المجموعات المختلفة في محاولة إعادة بناء الثقة. فعلا تمت دعوة
العديد من الأجسام المختلفة، لجان المقاومة والمجتمع المدني والمبدعين ورجال الشرطة نفسهم، يعني مؤسسة الشرطة نفسها الموجودة، إضافة لمعاشي الشرطة، على أساس أنه نسمع نشوف كيف نحاول نتحرك من الحتة المظلمة لحتة أكثر إضاءة، ونحن محتاجين للشرطة. صحيح. والشرطة مفروض تقدم لنا الخدمة دي يعني. أكيد أكيد أستاذة أماني، وشعار يعني الشرطة في خدمة الشعب أولا، نحن في مرحلة نأمل. محتاجين فيها يعني إعلاء قيمة الوطن أولا. أستاذة أماني يعني عايز أعرف أكثر عن المبادرة وإذا هي دشنت أو لا إلى الآن. أوكي، مبادرة حريصون على الوطن مستهدفين بها في المقام الأول كل مؤسسات الدولة. يعني نحاول نعمل ريمين للخراب تم طيلة 30 سنة. ابتدرنا المبادرة بالشرطة لأهمية دور الشرطة في حياة المجتمع. صح. يعني والمبادرة بدت في شهر يونيو زي ما قلت، ويهو بدعوة عدد كبير من الأجسام على أساس أنه الأجسام كلها تساهم مع بعض في محاولة إصلاح إصلاح ما أفسدته 30 سنة الفاتت. انت بتتكلمي برضو من جانب انا شعرت به وجانب نفسي، الحاجات اللي احنا بنحبها وعايزين نعملها في بلدنا العزيزه يعني بتاثر فينا من جوانب مختلفه، فالى اي مدى برضو الحاجه دي بتلعب في الجانب النفسي مبدئيا عليك انت بشكل شخصي وحتى على الموجودين معاك يا استاذه اماني في المبادره؟ والله يعني يمكن كلنا اصبنا في البدايه بخيبه امل انه الشعارات بتاعت الثوره ما احدثت التحول المرجو. ما حدثت التحول المرجو، بالتالي في أدوار مجتمعية لازم تتم. صح. والمبادرات دي في كل الدنيا، يعني في كل البلدان المرت بظروف مشابهة بالنسبة لنا، بيكون المجتمع المدني عنده دور كبير، يعني المجتمع المدني بيكون موجود ما بين المجتمع وما بين المؤسسات تحت الدولة أو الدولة، ولازم يلعب دور إيجابي من خلال الخبرات والمعارف والمهارات وكده. المبادرة فيها أجسام كثيرة مختلفة، من ضمنهم يعني علماء الاجتماع. أيوة. على أساس أنه المسألة دي أثرت على المجتمع بشكل كبير، يعني العنف المورس من الشرطة في 30 سنة والإمكن لحد الليلة موجود في بعض أو بتمارسه، يعني بعض الأجسام ممكن نقول يعني بصورة فردية أو حتى لو ما بصورة فردية بصورة ممنهجة أثر بشكل كبير جدا. بعدين ما حدث من يعني أحداث مؤسفة فضل اعتصام وما تلاه من أحداث، يعني ده عمل دمج كبير جدا. نعم. فده لازم يعني يكون في فعل إيجابي، يعني يطلعنا من الحتة دي لحتة أكثر إيجابية. إن شاء الله القادم أجمل. عموما إحنا سعدنا بوجودك معنا في هذه السنة حتى لو كانت دقائق معدودة، لكن أظهرت يعني مدى الأمل الكبير إن شاء الله، فإحنا بنشكر وجودك جزيل الشكر أستاذة أمل. شكرا جزيلا لك. الله يخليك. شزويا طوالي نسمعك. نسمع علمك يا
قلبك يا فراغ. حمرة الوردة حب الندى الرجال باسل ومعارف انه الزمن غشاه على حمرة الوردة يا فراق خلاك راح الجال وخلاك راح الجال الجاش وشمس الصيف والجاب بعين الجاش الدمعة في الرملة ما بتحكي شوقك كيف كيف الجاش وشمس الصيف دمعة في الرملة ما بتحكي شوقك كيف وبالله ليه يا فراق خلاك راح الجاش بالله ليه يا فراق